لا، النائحة هي المستأجرة التي يؤتى بها لكي تنوح فين في هذا. ولذلك النائحة تكسى يوم القيامة بثياب من جرب والعياذ بالله، كان موجود قديما. وحتى في بعض البلدان الآن إن في نساء معروفات هذول النائحات يجيبون بالفلوس، يلا أبو فلان مات تعالي يستأجروها، هذه تلبس لباس من جرب يوم القيامة عافانا الله وإياكم، وسرابيلهم من قطران. ففي فرق بين النائحة الثكلة أي التي هي مات ولدها وفلذة كبدها ومات زوجها، وهل تستوي النائحة الثكلة والنائحة المستأجرة؟ ما تستوي أبدا. نعم.